أنطون بالأحضان دان ليزار بتاعي تاعي بزوات من فجر غميق. ولك تقبشيني تقبشيني شو اشتقت لك واشتقت احكي لبناني. لك أي متى جيت على لبنان؟ شو السوربريز الحلوة؟ شلون شلون لقيتي لساني بالفرنسي مو مثل البلبول؟ ولك بتعقدي بتعقدي، أنت شو ما قلتي بتعقدي، بس شو ذكرك فيني؟ شلون شو ذكرني فيكي؟ دايما بفكري أنت بعيوني وحياتك بعيوني دان ليزيو. بس يا فطوم انا اسمي ماري انطوانات مش مريم انطون. ولي عقامتي ان شاء الله ولي عقامتي يقرف عمري. ترجمت العربي للفرنسي والفرنسي للعربي. بسيطه. كيل سون فوز انفورماسيون؟ شو اخبارك؟ اخباري ما انت بتعرفيها اكثر. مو فارقه مو فارقه مو بيناتنا تقبشيني مو بيناتنا انطرنو ولو. فاكره اخر مره بال 2005 لما جيت اقول لك بون فواياج؟ بال 2005 فطوم انا قلت لك بون فواياج كمان مو فارقه انترنو ولو. ايه بال 2005 صحيح صحيح. فطوم جاي زياره عاديه ولا زياره رسميه؟ دوز ادو يعني مثل ما بيقولوا التنتين تقبريني. جيت انا والبي دي جي. مين البي دي جي؟ بي دي جي المعلم البروفيسور اذا بدك، مو هيك بيقولوا بالفرنسي؟ ايه اذا بدك. جينا جبنا انفيتاسيون لفخامة الرئيس مشان يزور الشام. قلت يا فطومي خدي ريكرياسيون ويلا دوريها زيارات اشتقت لكم. وكيف لقيتي بيروت بعد هالغيبة؟ بيروت بيروت ميس موند مثل ما قال الله يرحم ترابه نزار قباني. نزار قباني قال بيروت ست الدنيا. ميس موند مش هيك معناتها بالفرنسي؟ طيب فطوم رح ترجعي مرة تانية على بيروت؟ إلا راجعة جو روفيان تو شيرشي. ما الداعي صرت طارق متر السفارة السورية الجديدة بلبنان وأجور وي أجور نو حصرح باللغتين السورية واللبنانية سوربريز مو؟ هزي حليمة.